الأسري هو في عنده دور جد هام في العلاج ولا لا بريفونسيون، الوقايه من الامراض النفسيه بصفه عامه والوسواس القهري. مثلا عندما تكون الاولياء عندهم ثقافه طبيه ويكونوا يعرفوا الامراض هذه ولا مطلعين عليها، تقدر الام تفيق لوليدها وهو صغير في عمره 15 سنه ولا 12 سنه، تفيق له باللي ما راهش عنده افكار وسواسيه، وهذه الحالات مالفه تجيني وين يفيق المعلم ولا المدرس يفيق الطفل هذا ما التصرف تاعو غير عادي وعنده افكار وسواسيه، يتصل بالاولياء ومن بعد الاولياء يتصلوا بالمستشار التربوي ولا يتصلوا بسيكولوج ولا بطبيب نفساني، ومن بعد يلحق لعندي على اساس انه عنده مشكل تاع وسواس. والطفل نعطولو الحريه باش يهضر، ما نقدروش نزيروه، لازم نعطولو الحريه باش يقدر يهضر، لانه هذوك الافكار يخاف يهضرهم.